وربما قد تكون أي عملية أو أي تقدم تحرز المقام في هذه المرحلة قد يحسن شروط التفاوض بهذه المرحلة. بالحديث عن مسألة وقف إطلاق النار، زيارة هوكستين إلى لبنان، يفترض أن تبدأ هذه الزيارة غدا على أن ينتقل نهار الأربعاء إلى تل أبيب، وبعد يفترض أن نصل إلى بلورة ما، على رغم يعني من كل الأطراف اللبنانية، سواء كان التي تؤيد المقاومة، التي تعارض المقاومة، أو التي هي على الحياد، كلها تتفق على فكرة أنه لا يزال قرار وقف إطلاق النار بعيد نوعا ما ونحتاج إلى أسابيع. طبعا قبل الفوض بهذه التفاصيل، بحسب آخر المعطيات بآخر فترة كان قال بأنه الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين لن يأتي إلى بيروت إلا إذا كان هناك بوادر إيجابية ترتبط بالحل الدبلوماسي. طبعا لبنان امبارح قال كلمته عبر المقاومة الإسلامية اللي سلمت الرئيس نبيه بري رأيه أو تعليقه على هذه الورقة. لبنان يقول بأنه يلتزم بوقف إطلاق النار ولكن تحت سقف القرار الأممي 1701، وبالتالي اليوم لا التباس موقف لبنان بالتعاطي مع هذا الأمر. لا يحتال لبنان في البنود، لا يتلاعب على شروط وقف إطلاق النار. اليوم أبدأ من زيارة هوكستين، يفترض أن يصل غدا إلى لبنان، بطبيعة الحال هو سيلتقي الرئيس نبيه بري وسيلتقي الرئيس نجيب ميقاتي، ومن ثم بعدها يمكن قائد الجيش كمان، وربما قائد الجيش طبعا. هذه الورقة التي سيتسلمها اليوم يقال أنه هي بالشكل هي ورقة جيدة، ولكن هناك الكثير من المضامين في هذه الورقة، أو بالأحرى التحفظات على بعض البنود التي تحتاج إلى أسابيع وأسابيع من النقاش. شوفي، إذا بدأ نعمل مقارنة ريف، منلاقي أنه هذه الورقة متطورة عن الورق الأوراق المشاريع. هني قالوا هي أفضل ما حصلنا عليه مؤخرا، أفضل ما حصلنا عليه، ولكن هون بيبقى التفاؤل يشوبه الحذر، لأنه هل تكون هذه الورقة مفيدة للبنان؟ وهل يقبل العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية إدخال تعديلات عليها؟ لأنه هناك مثلا في عنا مجموعة من البنود المفخخة. خليني بس أول شيء أوضح شغلة بس هيك للمشاهدين، لأنه اليوم يسود يعني اعتقاد لدى المتابع أو المشاهد أنه يأتي غدا هوكستين إلى بيروت يتسلم الورقة اللبنانية. الجانب اللبناني يقول بأنها تعديلات بسيطة جدا، علما أنه هي تستوجب النقاش وقد يتم التلاعب عليها لاحقا من قبل العدو الإسرائيلي، ثم ينتقل الأربعاء إلى تل أبيب، تأتي الموافقة، ونحن ننتظر خميس وقف إطلاق نار من العاصمة الفرنسية باريس أو من نهار شيء امبارح. وانا يعني ادعو بعض الزملاء الى عدم الافراط في التفاؤل بهذه الطريقه، هذا الامر بعده بعيد. نعم. يعني حتى لو وافق العدو الاسرائيلي بدنا وقت لنصيغ هذه البنود ونضع حيز التنفيذ. اليوم عندك انت مجموعه من النقاشات، يعني اليوم تقدم حزب الله رغم عمليه اغتيال الحاج محمد عفيف، ما خضع حزب الله للضغط العسكري، انما قدم ورقه انا على ما علمت من مصادر سياسية أنه تتسم هذه الورقة بالإيجابية. نعم. ويحتاج تحتاج بعض البنود إلى نقاش مع أموس هوكشتاين على أن ينقل أموس هوكشتاين هذه الصيغة المعدلة في بعض الجوانب منها إلى تل أبيب ومناقشتها في تل أبيب. وأنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى وقت. نحن هون أمام فرضيتين، يا أما بيبقى أموس هوكشتاين بهذه بالمنطقة ويفاوض على هذه التعديلات بحيث يتم تدوير الزوايا في بعض الجوانب، ومن ثم الذهاب إلى تطوير هذه الصيغة، وهذا بيجعب لك يحتاج إلى أمر، وبالموازات سوف يستأنف العدو الإسرائيلي ضرباته بهذه الطريقة، وسوف نستمر على هذه الوطيرة من التصعيد. كما هيك أنا قلت لك نحن جايين على التصعيد. يا أما بتكون الخطوة الثانية أن يذهب إلى باريس وأن يستقر هناك يعني في العاصمة الفرنسية، وأن ننتظر جولة جديدة من الضغوطات العسكرية الإسرائيلية والضغوطات السياسية الأمريكية. فإذا نحن فينا نقول أنه بعد بكي، ولكن بالأساس هناك إيجابيات وهناك رغبة لبنانية بالذهاب إلى وقف إطلاق النار. ولكن أنا برجع بقول لك هناك في مجموعة من النقاط، ولكن لماذا ساد بالأول بعض المعطيات التي تقول بأنه هذه الورقة أقله يقول الإسرائيلي تحت عنوان take it or leave it كما هي؟ هيك لأنه يعني الإسرائيلي برجع بقول لك الإسرائيلي يأمل بالضغوطات العسكرية. الإسرائيلي بيحط قدامه خريطة ويفترض أنه يعني بيزرع هو بعض النقاط، ويفترض أنه الجانب اللبناني لن يقبل في هذه النقاط، فإذا هو يحمل مسؤولية العرقلة إلى الجانب اللبناني، ومن ثم يذهب هو باتجاه تطوير أدائه العسكري. كنت ملك عم قلك أنا بظل
النقاش السياسي عم بيحاول يتقدم اليوم بالمحور الغربي، يعني عمليا شمع وامام شمع، وفي المحور الشرقي لخيام وغير لخيام. فاذا هو عم يستمر وعم يفتح الجوله الثانيه. كمان هيك بتروحي انت بالفرضيه التحليليه انه هذا العدو الاسرائيلي يفترض نسبيا انه ما يمشي الحال بموضوع التفاوض اذا هو مستمر بالعسكر.